السلام عليكم ورحمة الله، معكم بنكلر كويت وحلقة جديدة من جيمر سناك. هذه الحلقة الثالثة وأتمنى أنها تعجبكم. حاليا قاعد العب لعبه كيلر انستينكت، هذه على الاكس بوكس 1، اللعبه فري تو بلاي داونلود بلاش. طبعا يعطونك شخصيه واحده ومرحله، اذا حبيت اللعبه ممكن تشتري باقي الشخصيات والمراحل وتلعبون فيها. اللعبه عجبتني يعني من ناحيه السرعه جدا سريعه والكومبوات، حتى اللي ما يعرف يلعب ممكن يشير فيها، تطلع على حركات وجدا ممتعه. يعني لعبناها على طول الويكند، يعني متعه يعني مو طبيعيه صراحه. بس اللعبه ستيل انها احترافيه، في ناس ما شاء الله يلعبونها باحتراف. بشكل عام في هذه اللعبه حاليا قاعد العبها وجدا مستمتع فيها، انصحكم انكم تجربونها بما انها فري وما راح تندمون ان شاء الله. عندي اليوم في الانطباعات لعبه ديد رايزنج 3، طبعا احد حصريات الاكس بوكس 1 اللي اخترت انها تكون اول يوم عندي، لاني متحمس صراحه اني اذبح زومبيز. وطبعا تدرون انها اللعبه من اكثر الالعاب اللي فيها زومبيز، فوصلت للمتعه اللي كنت انا انتظرها. بشكل عام اللعبه ما تغيرت يعني، ولا حسيت انها نقله كبيره مقارنه في الاجزاء اللي فاتت، طبعا من ناحيه الجيم بلاي والجرافيكس والقصه بشكل عام. لا يعني هي ديد رايزنج مثل ما الاجزاء اللي فاتت، ما فيها شيء مميز جديد يعني ميزها الا بعض الاضافات، مثلا اضافه عدد الزومبيز الرهيب. عدد زومبيز رهيب يعني شيء خيالي، اكثر حتى من داينستي ووريرز المحاربين. فاحيانا يوصل باللعبه المكان فل زومبيز لدرجه ان السياره ما تقدر تمشي فيه، فهذه ميزه حلوه يعني تستمتعون في قتل الزومبيز وهذا الامور. شغله ثانيه، السيف جيم ممكن انك تسوي سيف جيم في اي مكان في اللعبه، بعكس الاجزاء اللي قبل انك تحتاج تروح مكان معين وشيء متعب او مزعج. نفس الشيء في الاسلحه، لما تاخذ اي ايتم من الارض يروح يتخزن في البيت عندك في الخزانه، تقدر ترجع له في اي وقت وتسوي الكومبينيشن براحتك بدون ما الزومبيز يزعجونك، او بدون ما تدور ايتم معين والثاني يكون بيدك ويكون زحمه معك شايلهم وياك. فهذه ميزه حلوه ان كل شيء تلتقطه من الارض سواء ملابس او ايتمز يروح عندك في البيت. بشكل عام القصه حلوه يعني مثل ديد رايزنج كما مثل ما تعودنا، وفيها بعض التويستات في النهايه. يعني بشكل عام القصه عجبتني واتوقع انها راح تعجبكم. السايكوباثز يعني صراحة استمتعت فيهم أكثر من القصة، يعني أنا أنصحكم أنه لا تفوتون أي سايكوباث تشوفونه تطلع بالخريطة العلامة مالته على طول روح له واذبحه وشوف، استمتع في البوس فايت ماله. سايد ميشنز اللي هم باللون بنفسجي ما حسيت أنه يعني فيهم متعة، لأن أكثرها كلام مثل الأجزاء اللي فاتت، ولا كان في شيء يعني ظريف نفس قبلها، فكانت اشي عادي يعني اكثرهم اعطيتهم سكيب ما سويت المشن مالتهم. طبعا اللعبة تقدر تلعب كوب مع صديق لك الدخلة معك اونلاين وتساعدون بعض في المهمات. بشكل عام اللعبة فيها عيبين رئيسيين اللي حسيتهم، اول عيب هو بالجرافيكس، احيانا تحس يصير داون فريم يعني او فريم مزعج في الجرافيكس، فهذه واحدة من العيوب اللي في اللعبة. شغلة ثانية اللي هي تقسيمة الخريطة، يعني حسيت انها مزعجة مع ان فيها سيارات اكثر من قبل تتنقل براحتك بالسيارة، لكن الخريطة حسيت انها مزعجة، احيانا تلف لفة وانت متأكد منها بعدين تكتشف انك لفيت مكان غلط، ويعني صعب انها تنحفظ. هذه بشكل عام عن ديد رايزنج، وانا من وجهة نظري اعطيها 7.5/10. عندي اليوم فورزا 5، طبعا فورزا من اشهر العاب السيارات على الاكس بوكس 1 حصرية، طبعا لها شعبية كبيرة وفرضت نفسها في الجيل السابق وقبله، فاللعبة الكل يعني من عشاق السيارات متحمس لها على الاكس بوكس 1. طبعا تطور الجرافيكس فيها شيء رهيب ومجنون، مرات اقعد بالساعات بس بالفورزا فيستا اتفرج على السيارات وتفاصيلهم، تستكشف السيارة تاخذ عنها نبذة سواء من فريق توب جير او من فريق فورزا نفسه، تتفرج عليها وتاخذ عنها نبذة، تدخل داخل السيارة تشغلها تشوف كل شيء فيها. فتطور الجرافيكس مجنون وجدا ممتع مجرد انك تتفرج عليها. طبعا تفاصيل مهتمين فيها في السيارات القوية او السيارات البسيطة، حتى السيارات الصغيرة مالت المطاعم هذه مهتمين في تفاصيلها. الجيم بلاي في فورزا 5 تطور
ممكن يكون بعض الناس يواجهون فيه صعوبة، لأنا منهم صراحة. بعض السيارات الستوك حسيت أنها صعبة جدا قيادتها، يعني شبه البريك ما تمسك بريك عند المنعطفات وهذا، فخلوها نفس الواقع بزيادة حبتين. بس الناس يعني مفروض تتعود عليها. أنا في البداية واجهت صعوبة، بس بعدين اكتشفت أنه بس مجرد تعود عليها. يعني اختلف الوضع عن فورزا قبل، أقول لكم يا اختلف الوضع في القيادة بس أحسن. طبعا احتكاك السيارة وصوتها، ويعني تحس بجو السرعة في اللعبة، وإنك فعلا قاعد تسوق سيارة. طبعا تقدر من داخل القيادة، من داخل شيء رهيب، وإحساس الصوت وهذا كله يختلف عن لما تكون برا. فبشكل عام الجيم بلاي فيه اختلاف، أقول لكم إياها، بس مع التعود راح يصير شيء عادي. طبعا السيارة بعد التعديل تتحسن جدا، والسيارات الأساس الرياضية السبورت راح تكون لها متعة خاصة في القيادة، وما تحتاج إنك تعدلها، والقيادة فيها سهلة. عندك اللي هو الفورمولا 1 طبعا شيء رهيب، والسرعة خيالية والصوت مجنون، يعني جدا تحمس له والله. أحس إنه خلاص بعد ما في داعي إنه يسوون لعبة فورمولا 1 شركات ثانية. حتى يد التحكم في الاكس بوكس تعطيك هزات حلوة على حسب اللفة، يمين او يسار، قوية او خفيفة، والبريك له رجفة خاصة، يعني مو هزة عادية، ترجف تحس انه فعلا انت سيارة مسكت بريك بقوة. فهذا شيء جدا عجبني في التفاعل اليد مع اللعبة. طبعا نظام التوصيل اختلف جدا، صار في باكيجز، كل باكيج او قسم رئيسي من السباقات داخل سباقات منوعة، طبعا يغطي كل الكلاسات حتى من أصغر سيارات للفورمولا 1. فمسيرة اللعبة شوية راح تكون طويلة وحلوة، يعني تقدر تنوع، مو شرط انك تتم بمكان معين، لا تقدر تروح لأي سباق تبي وعادي، الموضوع سهلة، ما في شيء مقفل ولا شيء. وبس المشكلة ان من اختلافات الكارير انه ما في جوائز نفس قبل، يعني مو تخلص كل كم سباق يعطونك جائزة، لا الوضع اختلف، يعني لازم تتعب على السيارة تشتريها بنفسك، او يعني تجيك هدايا شهرية من الاونلاين. طبعا في البداية كان في سعر السيارات شوي مبالغ فيه، والناس عصبوا، وحتى من موضوع المايكرو ترانزاكشن انك انت تدفع اساسا تشاري اللعبة وتروح تشتري سيارات من داخل اللعبة. فايش سوى فريق تيرن 10؟ اعطى جوائز بالملايين حق الناس، طبعا انت تلقاها في الويب سايت، تدخل على الويب سايت تسجل بحساب الاكس بوكس قسم الريوردز تلقى هناك. أنا هناك لقيت 4 مليون عطوني، فدشيت ال4 مليون وشريت كمية كبيرة من السيارات تغطي كل احتياجاتي في السباقات. فعوضوا الناس، رخصوا أسعار السيارات، سووا خصومات حلوة، بس انتهت الحين كان 50% على كل سيارة. فأتوقع أن الحين لما تدخلون الموقع مالهم راح تحصلون الجائزة وتسوي لها تحميل على اللعبة من هناك. وأيضا في جوائز شهرية تلقاها في قسم الرسائل في المينيو، أو نفس الشيء في الموقع، جوائز شهرية سيارات لكل الناس. خلونا نتكلم شوي عن موضوع المايكرو ترانزاكشن اللي هو تشتري سيارات داخل اللعبة. انا اقول لكم انا ما راح تحتاجها نهائيا، فالناس شوية اوفر ردة الفعل مالتهم، معصب وقال انا ما راح العب اللعبة. ومن هالناحية صدقني انت ما راح تحتاج تدفع ولا دولار ولا تشتري اي سيارة، كلها مجرد سيارات شكلية زيادة، ما تبيهم راح تكمل بالكارير بدون ما تحتاج اي سيارة منهم. فلا احد ياخذ الموضوع بحساسية او يكره اللعبة عشان هالشيء هذا، فكل الالعاب الحين قاعد تمشي بهالنظام. حتى جراند توريزمو 6 اللي نزلت على البلاي ستيشن 3 موجودة فيها نفس النظام هذا. اخر شيء بس حبيت اذكر لكم انها الحين موجود فيها نظام التصميم، وشيء حلو تقدر تصمم اي شيء تبي، فيه شويه صعوبه بس يعني مع التعود ان شاء الله يكون سهالات. شيء اخر، اللعبه فيها 16 لاعب في المضمار الواحد، يكون معاك الفريندز نفسهم، ينزل الجوست مالهم، طريقه لعبهم تنزل معاك، يعني انت كانك تلعب اونلاين بس هو مو اونلاين، فتشوف ربعك اللي حدك اللي يحاول يختصر لهذا، فنفس وضع الاصدقاء اللي قاعد تلعب، ففي منافسه اكثر، في حساسيه، تشوف حتى واحد صبغته اللي هو مسويها راح تنزل عندك في السباقات العاديه في التوصيل، فهذا شيء حلو. طبعا تقدر تطفي هالميزه اذا ما كانت عاجبتك. بشكل عام فورزا لعبه صراحه ممتازه، واعطيها 9 من 10. وعندي ايضا في انطباعات لعبه رايز سون اوف روم، طبعا احد حصريات الاكس بوكس 1 الكثير ناطرينها ومتحمسين لها. طبعا في نفس الوقت انه كان في عليها نقد كبير من بعض المواقع، والناس انتقدوا اللعبة سواء من الديمو اللي جربوه في بعض المعارض اللي كان فيه مشاكل، او بشكل عام كاللعبة تحكمها كويك تايم او شيء كذي. انا اقول لكم عن نفسي جربتها في معرض جيم 13، حسيت ان اللعبة ماني فاهم شو اللي قاعد يصير، وكان اونلاين، يعني الديمو اساسا كان ظالم اللعبة، يعني هذا خطأ من مايكروسوفت، المفروض حاطين لك مقطع من السنجل بلاير فيكون كتجربة احلى. لكن بعد التجربة صراحة ان اللعبة من اروع الالعاب، انا اشوف انها كلعبة مثلا تدور احداثها في روم ولعبة اكشن وهذا، شنو تحتاج انت منها اكثر من جرافيكس حلو وقصة ممتعة وجيم بلاي يعني جدا جدا ممتع في القتل او في الحركة او في كل، يعني بشكل عام كان الجيم بلاي جدا ممتع. اكثر الناس كان يجي عليها نقد انه كويك تايم وتضغط ازرار معينة انت مجبور فيها، لا ما مو بالبشاعة اللي ذكروها الناس، بالعكس كانت اللعبة جدا ممتعة في الجيم بلاي.
ومن ناحية التكرار أنا سمعت الناس يقولون إن اللعبة تكرار. أتوقع أن كلمة تكرار خصوصا في هذه اللعبة كانت overrated شوي. يعني شنو تكرار في الموضوع؟ أنا لاحظت إن الإكسكيوشنز الحركات اللي تقتل فيهم الفينش على الأعداء يقولونها مكررة ومعيودة أو شيء كذي. بالعكس هم 5 أو 6 حركات أنت تقدر تدخل وتشتري حركات إضافية. أنا في حركات تشتريها مع تطوير الإكس بي اللي قاعد تأخذ هذا مو على الفاضي. تروح أنت تشتري فيه حركات وتزيد الـ يعني جوهر الجيم بلاي ويعني تلقى اشياء ممتعه زياده فيه. فما اعتقد انه في اي تكرار. زاد ان الشخصيه مو بس انك تروح تذبح وخلاص، لا في امور تسويها مثلا تفتح باب تقطع حبل معين او تحل بزل، بس مو بزل يعني شيء خفيف في كتغيير من نوع الجيم بلاي في اللعبه. فيها يعني اشياء ثانيه، في انك تمسك مدافع اسهم ثابته، تدمر اشياء معينه، تحرق يعني اشياء معينه، تحرك الجيش في الرايه مالتك اللي هي حركه الدروع مثل فيلم 300 انك تثبت الدروع والناس ترمي الاسهم بعدين تعطي الامر ان تمشي الجنود شوي. يعني فيها اشياء تشكيله حلوه. فيها الانفايرمنت في اللعبه في البدايه يكون في روما نفسها في البيت مالهم، بعدين يكون في البحر، معارك في البحر داشين على قلعه البربريانز، فيها بعدين غابات، فيها تنويع جدا في الانفايرمنت، فيها الجيم بلاي جدا عجبني. انا ودي افهم ليش الناس كانت تنتقدها بشاعه، واكتشفت ان العديد من الناس يعني يعطون تقييم للعبة وما يذكرون جانب الاونلاين الضخم اللي فيها، او ان يعني ينتقدونها واساسا ما لعبوها. فاقول لكم انا من تجربه شخصيه لا حد يتسرع في الحكم على اللعبه او انه يتخوف منها. يعني اذا انت متخوف منها اجرها او يعني شوف لك طريقه انك تلعبها، راح تكتشف ان المفروض انك تلعبها. انصح اي واحد عنده اكس بوكس 1 لا يفوت اللعبه هذه، وكل انواع الجيمرز اتوقع انه راح تستمتعون فيها. جدا تذكرني بلعبه شادو اوف روم اللي كانت على البلاي ستيشن 2 عفوا البلاي ستيشن. اللعبه هذه كانت من اكثر الالعاب الحلوه لانها روم شويه طالعه بطابع معين وطريقتها. اللعبه فيها نظام ثاني اللي هو الارينا، ممكنك تستمتع فيه وتاخذ وقت طويل فيه. يعني لا تعتقد انها مجرد قصه وانك تركنها على الرف، لا فيها اشياء ثانيه. فخلوني اتكلم لكم عن الاونلاين فيها. طبعا لعبه رايز ما تنتهي لمجرد السنجل بلاير والقصه، فيها ملتي بلاير جدا ممتع، وانا انصدمت صراحه من المتعه اللي حسيتها وانا العب والتحديات اللي شفتها. طبعا في ناس كثيرة طلقت اللعبة وقيمة اللعبة وأساسا ما ذكرت شيء عن المالتي بلاير، فأنا أتوقع أنهم أساسا ما جربوه. فأنا أنصح كل واحد عنده رايز ويخلصها يروح للمالتي بلاير يلعب لعبتين ثلاث، راح يلقى نفسه أنه يدمن اللعبة ويعتجبه أكثر يمكن من السنجل بلاير. في بعض الناس يحبونه. عموما اللعبة المالتي بلاير يتميز بشغلة عنده، أول شيء في أرينا يعني متعددين، تشوف المراحل كثيرة فيها اللعبة. تدخل الأونلاين معك شخص طبعا إذا كان صديق أو واحد غريب ماتش ميكينج، تلقى تدخلون فيها يجيكم أعداء أنواع وأشكال وويفز، وكل يعني ويف يجيك له طريقة أو له حل معين، مو بس مجرد أنك بس اذبح وخلاص، لا في أشياء تنجزها، في تنقذ رهائن أو تحرق بيوتهم أو يعني في أمور كثيرة أن تسويها. طبعا في أفخاخ في الأرينا، في تفاعلات كثيرة مع الشخصيات وقت القتال، فمرات انك تستعين بصديقك انه اذا انت طحت مت هو يجي يساعدك، او انه يصير معاكم مالتي اكسكيوشن تذبحون شخص واحد تعاون بينكم. فانا صراحة اشوف انه جزئية كبيرة ومظلومة، يعني لازم ان الواحد يجربها. فيها ان تلفل الشخصية وتشتري له ارمرز، وهذا طبعا في ممكن انك تدفع فلوس او ما تدفع، انا ما انصح ان احد يدفع. جرب انت بس وصل في اللعبة وفي المالتي بلاير راح تلقى نفسك انك تفتح الامور تلقائيا. فبشكل عام المالتي بلاير شيء مهم في اللعبة لا حد يفوته، اللي يلعب رايز لازم يعطيه تجربة. وفي النهاية بس أحب أوجه لكم نصيحة، يعني اللي عنده اكس بوكس 1 لا يقصر على نفسه بتجربة لعبة رائعة مثل رايز، أو يتأثر في كلام الناس أو مثلا رقم معين من 10 لا يأثر عليكم جدا. اللعبة يعني إن كانت ما هي شيء كبير أو شيء قوي مثل ما يقول الناس، اللعبة جدا ما هي سيئة أبدا. أنصحكم فيها، ومن وجهة نظري في تجربة متكاملة كسنجل بلاير ومالتي بلاير وبشكل عام اللعبة راضي عنها جدا، وأعطيها من وجهة نظري 8/10. بخصوص الألعاب القادمة أنا ما أشوف أنه في أي شيء يذكر طبعا في الشهر الحالي ولا في الشهر اللي وراه، فأشوف أنها فرصة حلوة أن الواحد يستغلها في لعبة قديمة طافتة أو ألعاب يعني 2013. يعني كمية الألعاب في هذه السنة شيء رهيب، فممكن تلعبون شيء قديم يعني تستغلون الفترة هذه، لأنه ما في شيء اللي يمكن لشهر 2 أعتقد إنفوموس ولعبة ثيف، وشهر 3 تايتن فول. فالفترة هذه أنصحكم أن تأخذون جولة على ألعاب 2013 تشوفون شنو شيء فاتكم وتلعبونه. اعتقد اني وصلت لختام الحلقه، انا ما بيطولها عليكم، يعني ما في سؤال في هذه الحلقه ولا شيء، بس باختصار بوريكم الالعاب اللي فازت في الفي جي اكس من يوم السبت. هذه الالعاب اللي انتم شايفين على الشاشه وجوائزها، طبعا كان سنه حافله بالالعاب وتشوفون انتم شايفين اسماء قويه.
طبعا جي تي اي 5 فازت باللقب، انا من وجهه نظري فازت بجداره وكانت تستحق هذا الشيء، وروك ستار بدعوا ويستاهلون صراحه الفوز. طبعا لعبه جي تي اي كانت ضخمه جدا جدا، وكان محتوى مليان كقصه وجرافيكس وامور لا نهائيه واونلاين فظيع، يعني شيء مو طبيعي. اللعبة كانت تستحق اللقب من وجهة نظري. ممكن في ناس تختلف معي تشوف ان The Last of Us، طبعا The Last of Us من اروع العاب الجيل كله، مو بس وفيها نقاط افضل من GTA طبعا من ناحية الجرافيكس والقصة والامور هذه، لكن انا من وجهة نظري GTA محتوى المتعة فيها اكبر، وهي تستحق يعني اللقب اكثر من The Last of Us. The Last of Us كان ينقصها بس امور افضل في الجيم بلاي، كان الجيم بلاي يعني ما في بازلز، ما في تحديات، مجرد انك تمشي على سيناريو معين كأنه فيلم، ولما تنتهي من اللعبة ما تفكر انك تعيدها في اقرب وقت، كأنها فيلم يعني خلاص تحطها على الرف ومع السلامة تنتهي علاقتك معها. بعكس جي تي اي ممكن تعيدها، ممكن تغير في القصة، يعني كل قصة مهمة في القصة كان لها اكثر من اختيار، فممكن انك تشوف امور ثانية ما شفتها من قبل، فهذه يعني ادفانتج عند جي تي اي، غير محتواها الضخم جدا على ضخامته كان جدا ممتاز. فهذا من وجهة نظري، أتمنى تقبل وجهة نظري وأنا أتقبل وجهات نظركم، بس أهم شيء الهيجين واحد يقول الدراسة بسيطة اللي تستحق وجي تي اي لعبة ما تستحق، واكتشف أنه أساسا ما لعب اللعبة، فلا تحكم على شيء أنت ما شفته ولا جربته ولا التمست المتعة فيه. آخر شيء بس حاب أوريكم The Amazing Spider-Man، عبارة عن أنبوكسنج بسيط جدا لهذه الشخصية، وصلني هذا من شركة Hot Toys، أتمنى أنه يعجبكم ويكون ختام جميل في الحلقة، ويعطيكم ألف عافية. أنا إن شاء الله راح أشوفكم بعد فترة طويلة في 2014 إن شاء الله، لأن بالفترة هذه بكون مشغول وما في ألعاب ذاك الزود يعني، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة، أشوفكم على خير وكل عام وأنتم بخير، مع السلامة.